السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أفضل كورسات لتعلم الذكاء الاصطناعي. ممكن نبدأ بإدراك، كورس مجاني وكورس بالعربي وبيدي مقدمة حلوة عن الذكاء الاصطناعي، وفي شهادة برضو لما بتخلص الكورس. الكورس سهل جدا، ما ياخدش وقت، وفي أمثلة بحيث تتأكد من فهمك للكورس. طيب، في كورس برضو موجود على أودمي، الميزة إن هو مجاني، هيعلمك لغة الذكاء الاصطناعي وهو سهل جدا برضه، ما فيهوش أي مشاكل خالص، اللغة الإنجليزية بتاعته سهلة. طبعا كورسيرا ميزتها إنها الكورسات بتاعتها بتكون بالاتفاق مع جامعات، فبيكون الكورسات بتاعتها قوية وتقدر تشترك في الكورس بدون شهادة، وممكن تقول له إن أنا عايز أعمل فاينانشال أيد أفيلابل، فلما تدوس عليها بيديك كورس بشهادة مجاني. وده برضو كورس من الكورسيرا بيتكلم عن الماشين ليرنينج. وكورس تالت، في كورسات كتيرة جدا في كورسيرا مهتمين جدا هما بالموضوع، وده بيتكلم على لغة الذكاء الصناعي Artificial Intelligence Markup Language AIML، وده كورس برضو من بروموفيرا من deeplearning.ai. أتمنى الكورسات دي تكون بداية قوية لتعلم الذكاء الاصطناعي.